أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة، درجة الحرارة تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتستمر أيضا الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية بالهبوب والتي تزيد من الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: تستمر الأجواء أيضا مستقرة، تتفرق بعض الغيوم، طقس غائم جزئي، 15 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 13، رطوبة 68%، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم: تستمر الأجواء مستقرة، إربد 19 إلى 10، جرج 15 إلى 9، والمفرق 16 إلى 5، وعجلون 16 إلى 10 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى: البلقاء 18 إلى 11، عمان 15 إلى 7، الزرقاء 15 إلى 6، مأدبة 17 إلى 6، والبحر الميت 24 إلى 13. المنطقة الجنوبية: الكرك 15 إلى 5، الطفيلة 17 إلى 10، الشوبك 15 إلى 7، معان 16 إلى 4، والعقبة طقس صافي 24 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية: الأزرق 17 إلى 5، الصفاوي 16 إلى 4، ورويجة تتفرق بعض الغيوم 17 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.